ولمعرفة آخر تطورات التظاهرات في بغداد ينضم إلينا من هناك عبر الهاتف الصحفي أحمد الجميلي. أهلا بك أحمد. أهلا ومرحبا. بالتزامن مع انطلاق تظاهرات في ساحة التحرير للمطالبة بالإصلاحات ومكافحة الفساد، كيف تبدو الأوضاع حاليا في ساحة التحرير؟ نعم، حتى وقت قصير من الآن كنا نسمع أصوات القوات النارية التي تقوم بإطلاقها القوات الأمنية التي تتولى حماية المنطقة الخضراء فوق المعتصمين الذين أصروا على البقاء حتى وقت متأخر من مساء هذا اليوم. المعتصمون اضطروا للانسحاب من ساحة التحرير بعد استخدام القوات الأمنية تحت أنظار قائد عمليات بغداد وكذلك بعض القادة العسكريين التابعين لمكتب عادل عبد المهدي إلى استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى وأيضا هنالك شهداء بحسب ما رأينا وكذلك بحسب مصادر صحفية أكدت وقوع ضحايا في صفوف المتظاهرين السلميين. الحديث عن سقوط قتلى وجرحى أيضا في هذه التظاهرات، كيف تحولت الأمور إلى هذا المشهد العنيف والمتظاهرين كانوا يرفعون شعارات سلمية؟ كما رأينا على الواقع الحكومة والقوات الأمنية التي تتولى حماية المنطقة الخضراء كانت قد بيتت النية لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين لسبب بسيط، هو أن هذه التظاهرة وهي تظاهرة تعتبر من النوادر التي تحدث في العراق، تظاهرة نظمها أناس مستقلون لا ينتمون لأي تيار أو حزب سياسي ودعوا الناس للتظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالفعل حضرت هذا اليوم جموع غفيرة من المتظاهرين إلى ساحة التحرير، لم تقم بتوجيههم أي كتلة سياسية وليسوا تابعين لا لحزب معين ولا لتيار معين ولا لمجلس معين، لذلك الحكومة استخدمت القوة المفرطة لأنهم متظاهرون سلميون. وقد شاهدنا كيف أن هذه القوات اتخذت إجراءات أمنية مشددة وقامت بنشر عناصر يحملون أسلحة ويرتدون زي عسكري كامل وكأنهم سيصلون إلى الأرض بعد قليل. وبالفعل وعندما بدأت التظاهرة وبعد أن اقترب المتظاهرون من بداية الجسر الجمهوري وأطلق هتاف الشعب يريد إسقاط النظام، بادرت هذه القوات باستخدام القوة، بداية باستخدام الماء الذي فيه مواد حارقة، ثم بدأوا بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، وهو ما أدى إلى حدوث حالات اختناق كبيرة في المتظاهرين. ثم بعد ذلك بدأوا بإطلاق الرصاص الحي والقنابل الصوتية بشكل منخفض، ما أدى إلى تفجر هذه القنابل بين المتظاهرين وأدت إلى إصابات خطيرة، أدت إلى فيما بعد إلى وفاة أحد المتظاهرين على أرض ساحة التحرير. لذلك النية مبيتة لاستخدام القوة المفرطة لأنهم متظاهرون سلميون لا تقف خلفهم أحزاب تطالب بحقهم داخل البرلمان ولا تقودهم أجندات سياسية. أحمد، وردت أنباء عن منع القوات الحكومية لدخول سيارات الإسعاف لنقل المتظاهرين المصابين، ما مدى صحة هذه الأنباء؟ نعم، الحكومة العراقية أو القوات الأمنية منعت قدوم سيارات الإسعاف سوى اتجاه واحد، وهو كان هذا الاتجاه هو تحت سيطرة المعتصمين أو المتظاهرين، وهو بداية من ساحة باتجاه شارع السعدون ثم إلى منطقة الباب الشرجي. هذا الشارع كان تحت سيطرة المتظاهرين، وأيضا كان هنالك قوات أمنية من قوات الشرطة الاتحادية وبعض عناصر قوات التدخل السريع الذين لم يشاركوا بقمع المتظاهرين. الحقيقة هؤلاء القوات لم تشارك بقمع المتظاهرين، وإنما فقط قوات مكافحة الشغب
والقوة المسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء هي من منعت دخول سيارات الإسعاف، وهي من قامت باستخدام ضد المتظاهرين. ما هي أهم الشعارات التي حملها هؤلاء المتظاهرين؟ بداية المتظاهرون طالبوا بتغيير هذه الحكومة التي اتهموها بالفساد، وطالبوا بتقديم رموز الفساد للمحاكمة، وطالبوا بتوفير حياة يستحقها الشعب العراقي بعد سنوات طويلة من المعاناة، وأيضا طالبوا بتحسين النظام في مؤسسات الدولة من أجل استيعاب جيوش العاطلين عن العمل وتوظيفهم وتوفير لقمة عيش يستحقونها. نعم، شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد الجميلي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.